السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من الحلقات التي نقدمها نشرا للفائدة. أدعوكم في البداية إلى الاشتراك في القناة إذا كنتم من الزوار الجدد، وجزاكم الله خيرا. في هذه الحلقة سنرى كيف نستعمل برنامج FL Studio من أجل تسجيل القرآن الكريم وهندسة الصوت وكذلك الأناشيد وغيرها من الأصوات. إذن أول ما سنبدأ به هو نفتح ملف جديد، نضغط على New. عندما تظهر لنا هذه الواجهة نذهب عند هذا الخيار، خيار الميكسر، نضغط عليه ثم نختار القناة التي سنسجل فيها الصوت، ولتكن هذه القناة مثلا. ثم ها هنا نختار الفلتر، أو عفوا نختار المايك الذي نريد أن نستعمله من أجل تسجيل الصوت. سأختار هذا المايك، ومباشرة وقبل ذلك يجب أن تضع السماعات في مخرج الصوت حتى لا تسمع ذلك التشويش، لأن هذا البرنامج يدعم التسجيل المباشر، يعني أنت تسجل وتستمع في نفس الوقت. ويمكنك أن تعطل ذلك من خلال الضغط على هذا الزر، تضغط على ناو، وفي هذه الحالة أن تعطل الاستماع. جيد، إذا من الأفضل أن تضع السماعة. ثم سنحتاج إلى مجموعة من الفلاتر التي تعطي للصوت إضافة، وبعد أن نضيف هذه الفلاتر سنبدأ عملية التسجيل وننتهي بسرعة. إذن أول فلتر سنحتاج إليه اسمه فروتي. إذن في البداية بالنسبة للمبتدئين ستجد هذه الخانة كلها فارغة، إذن تحتاج إلى إضافة مجموعة من الفلاتر. إذن سنختار هذا الفلتر سميته فروتي فاست ال بي، و هذا الفلتر نجده هنا فروتي فاست ال بي. اذا لم تجده تضغط على الاعلى مور بلاجين، ثم ننتظر قليلا ثم تبحث في هذا المكان، تضغط على اسمه، تضغط تبحث. يمكنك ان تسجل هذا الاسم من اجل ان تبحث عنه فروتي. فإذا وجدته دون هذه العلامة، بدون هذه العلامة، تضغط هذه العلامة هكذا حتى يظهر عندك في القائمة. وإذا لم تجده يمكن تضغط على مانجر، ثم هنا تضغط على سكان أو ستارت سكان من أجل البحث عن هذه الفلاتر. جيد، إذا نختار هذا الفلتر اسمه فروتي فاست ال بي، ونضع هذه الإعدادات بهذا الشكل. يعني تلاحظون هذا الشكل، بهذا الشكل تستطيع أن تحكم في جودة الصوت، ويضيف نوع من الصوت كأصوات المعلقين أو ما شابه. جيد، ثم سنحتاج إلى فلتر آخر اسمه فروتي فلتر. نفس الشيء، ستجد هذا الفلتر هنا، وإذا لم تجده تضغط على More Plugin وتقوم بنفس الخطوة التي قمت بها من قبل، ثم تضع في هذه الإعدادات. إذن تلاحظون أن الصوت الآن بدأ يتغير شيئا فشيئا. إذن تضع الإعدادات بهذا الشكل، تتحكم فيها بهذا الشكل، ويمكن أن تعدل بحسب طبقة صوتك. هنا نختار فلتر يعطي نوع من الصدى اسمه فروتي ريفرب 2. إذن تلاحظ أن الآن هناك نوع من الصدى، وتحاول أن تختار هذه الخيارات، تجعلها هذا في الأسفل وهذا في الوسط حتى لا يكون هناك تردد كبير. هذا يكون يعني تقريبا بهذا الشكل، لا يكون في الأسفل تماما وإنما بهذا الشكل.
بعد ذلك نختار فلتر آخر يعطي صدى أقوى، اسمه فروتي كونفلور. هذا الفلتر نختار، نحاول أن نضبط الإعدادات، نغير في هذا الخيار، نجعله هكذا. إذا صعدنا به إلى الأعلى سيكون الصدى قوي جدا، وربما يؤثر على الجودة، إذا نختار بهذا المقدار تقريبا. ثم نختار فلتر آخر اسمه فروتي باراميتريك EQ2، ونحاول أن نضبط الإعدادات بهذا الشكل، نتحكم في هذه الخيارات، نحاول أن تكون بهذا الشكل، الأول في المنتصف، الثاني ينزل قليلا وهكذا، والثالث. نحاول أن نعدل هذه الإعدادات بهذا الشكل تقريبا. ثم نأتي هنا إلى آخر اسمه FX، وعبارة أيضا عن فلتر اسمه إفكتور. ثم هنا نختار 1/4 ونضغط على الريفرب ونجعل هذا في هذا المكان. إذا الآن قمنا بهذه العمليات، وتلاحظون أن هناك نوع من الصدى، نوع من التأثير في الصوت. ويمكن أيضا أن نضيف فلتر آخر من أجل تقوية الصوت اسمه إيكولايزر، اسم هنا ساوند إيكولايزر. إذا تلاحظون أن الصوت أصبح نوعا ما رخيم، يمكن نتحكم في قوة الصوت. جيد، الآن بعد كل هذه الأشياء نأتي إلى مرحلة التسجيل. إذا نذهب عند زر المايك هنا في الأعلى، نضغط عليه، ثم نختار هذا الخيار الثاني Into Playlist as an Audio Clip، ونبدأ في عملية تسجيل الصوت لنجرب معا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين، صدق الله العظيم. إذا بعد الانتهاء نضغط من لوحة المفاتيح على زر إسباس، يعني زر مسافة، يعني الزر الطويل، ونحصل على هذه النتيجة. نضغط هنا على هذا الخيار حتى لا يسجل مرة أخرى، ثم نستمع. إذن يمكن أن نعطل المايك هنا ونستمع للأشياء التي قمنا بتسجيلها. نضغط هنا ثم نضغط على هذا الزر ونسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جيد، الآن نمر إلى، أحيانا أثناء التسجيل قد تقع بعض الأخطاء ونحتاج إلى قص بعض الأجزاء. كيف نفعل ذلك؟ الطريقة سهلة، نختار هذه الأداة، هي عبارة عن سكين يقطع، وهنا نحاول أن نضغط بهذا الشكل، لأن كلما صغرت كلما كان التقطيع سليما. فلو كان الخطأ مثلا في هذه الناحية، نضغط هنا بهذا السكين، ثم المكان الثاني الذي فيه خطأ، بعد ذلك نختار هذه الفرشاة، وهنا نضغط بالزر الأيمن للفأرة،
يتم مسح هذا الجزء، ثم نأتي إلى حتى تظهر هذه العلامة بهذا الشكل، ونضغط بالزر الأيسر للفأرة، ثم نقوم بتقريب هذا الشكل، ونستمر مع جميع الأجزاء حتى نتأكد من أنها تم تقطيعها بشكل سليم. بعد أن ننتهي من هذه العمليات، يمكنك أن نأتي إلى عملية حفظ الصوت، كيف تصدره على شكل MP3 أو ويب من أجل استعماله. نذهب إلى فايل، ثم نذهب إلى Export، ثم نختار إما MP3 أو ويب أو الفورمة التي تريد، وتختار المكان الذي تريد، تضغط Save، وهنا تضغط على Start بهذا الشكل. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الشرح. لا تنسوا الاشتراك في القناة، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.